أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة،
فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض
ولكن الله ذو فضل على العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن
ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال فرعون قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك
قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن تكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون لا نخفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن تكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن ذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن ذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آمنا
أتيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما عندكم ينفد وما عند الله باق وليجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا
عندنا رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من ضل سبيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاصبرن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاصبرن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت لك الحمد أن بعثت فينا الحياة بعد طول ممات وغفلة ولك الحمد أن جعلتنا من أهل الحق وإن كانوا مظلومين ولم تجعلنا من أهل الباطل وإن كانوا أقوياء جبارين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد خير من دعا إليك وجاهد في سبيلك وصبر على تكذيب وخذلان قومه اللهم أقرئه منا السلام وبلغه أننا على دربه ودرب صحابته سائرون اللهم إنا نسألك بأنك أرحم الراحمين وبأنك لا ترضى الظلم على عبادك المؤمنين وأنك أرحم بنا من أمهاتنا اللائي ولدننا ونسألك بأنك أنت مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك الصبر والثبات على التقوى والطاعة
وأن تحفظ اللهم بلدنا من الفتن. اللهم إن الأرض ضاقت علينا بما رحبت، وليس لنا ملجأ إلا أنت. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا. اللهم ارزقنا الصبر والثبات. اللهم إن كثيرون قد خذلونا وتركونا وحدنا أمام الطاغية ونحن ضعفاء، ليس لنا رب سواك فندعوه، انقطع الرجاء إلا منك. اللهم أمدنا بقوة من عندك وثبات على الحق من عندك. اللهم إننا نسألك نصرا مؤزرا تعزنا به. اللهم إن من ملكته علينا ظلمنا وبغى علينا وأذلنا وأذاقنا العذاب سنين طويلة. اللهم إن ذلك كله لا يخفى عليك، وأنت مالك الملك، نسألك أن تنتقم لنا منه، وأن ترفع الذل عنا بأيدينا لا بأيدي أعدائنا الذين يتربصون بنا. اللهم نصرك الذي وعدت. اللهم ارفع عنا الظلم عاجلا لا آجلا يا رب العالمين. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي. اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا من يخافك فينا ولا يظلمنا يا الله. اللهم ما أخرجنا من بيوتنا إلا أنك أمرتنا، إلا أنك أمرتنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأخذ على يد الظالم، وأنت أعلم بنوايانا. اللهم افتح لنا فتحا مبينا. اللهم إنك قلت أنك لا تجمع على عبد لك خوفين ولا أمنين، ونحن يا رب خائفون. اللهم فأمنا يوم الفزع الأكبر، يوم يخاف الناس. اللهم احفظنا وإخواننا من بطشه، ولا تجعل له ولأعوانه علينا سبيلا.
اللهم إننا عبادك فلا تجعل لهم علينا سبيلا. اللهم احفظنا وأهلنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم لا تجعلنا من الذين ذكرهم نبيك لقمان، إذا سخط الله على قوم انزل عليهم كثرة الجدل وقلة العمل. اللهم تقبل شهداءنا وصبر أهلهم واشف جرحانا واهد قومنا وبصرهم بالحق يا رب العالمين. اللهم وحد صفوفنا وألف بين قلوبنا وقونا في الحق يا رب العالمين.